يعني يمكن دايما لو قلنا حكم بيجي في الأذهان إن الحكم دي هي من المهن أو الوظائف اللي دايما بيشغلها رجال، لكن احنا النهاردة معانا تجربة مختلفة لحكم وهي سهيلة صلاح، ودي أول حكم مصري دولي معتمد في رياضة الرول بول، ودي يمكن رياضة عبارة عن مزيج ما بين ثلاث ألعاب أو ثلاث رياضات مختلفة منها. ثلاث رياضات مختلفة، كرة السلة وكرة اليد والباتيناج أو السكيت، ودي طبعا ليها قواعد مختلفة. سهيلة شاركت في تحكيم كتير من الدوريات المصرية لرياضة الرول بول ودورة الصداقة العربية اللي أقيمت في الإسكندرية، وكمان شاركت في كأس العالم السادس للرول بول في الهند. خلينا نتابع. منذ طفولتها عشقت ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة، إلا أنه لفت نظرها رياضة الباتيناج أو ما يطلق عليها السكيت بسبب شغفها وحبها للرياضة، وقد التحقت بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية وتخرجت منها عام 2021، وعن طريق الصدفة اتجهت سهيلة صلاح لرياضة الرول بول التي جعلت منها أول محكمة دولية مصرية عربية معتمدة متخصصة بها. رياضة الرول بول هي مزيج بين ثلاث ألعاب مختلفة منها كرة السلة وكرة اليد والباتيناج أو السكيت، ولها قواعد مختلفة عن الرياضات الأخرى، وعدد اللاعبين في هذه الرياضة 6 ومدة المباراة 20 دقيقة. سهيلة قالت إن الداعم الأساسي لها في تعلم هذه الرياضة هو الكابتن أحمد حسن الذي أدخل هذه اللعبة إلى مصر وساهم في تأسيس الاتحاد المصري للرول بول وأصبح اتحاداً معتمداً. حصلت سهيلة على تدريبات مكثفة وعلى العديد من الدورات التدريبية العالمية حتى أصبحت حكماً دورياً معتمداً من الاتحاد المصري لرياضة الرول بول، وأيضاً حصلت على العديد من الدورات العالمية والمحلية الخاصة بهذه الرياضة، وتعمل الآن سهيلة على إنجاز رسالة الماجستير عن رياضة الرول بول. شاركت في تحكيم العديد من الدوريات المصرية لرياضة الرول بول ودورة الصداقة العربية التي أقيمت في الإسكندرية بنادي سموحة، كما شاركت أيضاً في كأس العالم السادس للرول بول بالهند. دلوقتي معانا على زوم سهيلة صلاح، أول حكم دولي مصري في رياضة الرول بول. صباح الخير عليك يا سهيلة، أهلا وسهلا بيك. صباح النور، إزاي حضراتكم؟ أهلا صباح الخير يا سهيلة. صباح النور. يعني عاوزين نعرف منك الأول يا سهيلة، ليه اخترتي لعبة الرول بول تحديدا؟ حقيقة أنا أول ما سمعت عن اللعبة حسيت إن هي مختلفة جدا، وأول مرة أسمع عن حاجة زي كده، وكانت مزيج ما بين ثلاث حاجات، وانا حقيقي دايما بحب اعمل حاجه مختلفه، فاللعبه شدتني جدا وانبهرت بيها قوي، فقلت ان شاء الله انا لازم اكون جزء من هذه اللعبه يعني، واحقق فيها حاجه كويسه، والحمد لله ده اللي وصلت له حاليا. انا عارفه ان انت بتفضلي رياضه السكيت كمان، في البدايه جت معاكي وانت كنت من المتفوقين، يعني يمكن دكتورتك في الجامعه هي اللي وجهتك ناحيه انك تمارسي الرياضه دي يا سهيله، ده حقيقي ولا دي ايه؟ حقيقة. طيب بعد ما انضميتي للعبه حسيتي بقى ان انت عايزه تعملي كده وتكملي فيها وتبدعي وتتجهي بقى بعدها للتحكيم؟ دي حقيقة. حبيت قوي اللعبة وانبهرت فيها زي ما قلت لحضرتك، وفعلا حسيت ان انا عايزة اعمل فرق في اللعبة، فالحمد لله كمان من كتر حبي في اللعبة انا اخترت عنوان رسالة الماجستير انه يكون عن الرول بول، وان احنا ازاي نعلمها للاولاد الصغيرين بطريقة ترويحية، لانه ده القسم اللي انا خرجته، قسم الترويح، وده الذي يتعامل مع الفئات الخاصة والمسنين، فإن شاء الله يعني تكون رسالة ناجحة وتعمل فرق فعلا في المجتمع وفي الرياضة إن شاء الله. طيب سهيلة، عاوز أعرف منك، شايفة إن سهل إن بنت تمارس وظيفة أو دور زي دور التحكيم في المباريات بشكل عام؟ حقيقي طبعا هي مش وظيفة سهلة في الأول، لأنه دايما كله بيبص إن الراجل بيكون أقوى في الملعب، شخصيته أقوى، ولكن الحمد لله أنا قدرت أثبت عكس ده،
والحمد لله كله في كأس العالم أشهد إنه أنا رغم صغر سني إنه أنا الحمد لله شخص قيادي الحمد وقادرة لله. أسيطر على الملعب بصورة كويسة، وبذلك كمان خلوني حكمت في نصف النهائيات في ما شاء مشاركتي في الله. أول كأس عالم، وكمان خلوني أحكم لمنتخب مصر عشان يشوفوا قد إيه أنا عادلة في التحكيم وهل هكون منصفة ولا لأ، والحمد لله أيضا نجحت في الاختبار. الحمد لله. سهيلة، احنا يعني المشهور دايما عن السيدات انهم مش بيحبوا يقولوا عمرهم، بس انا هقول على الهوا انت عندك 24 سنة، يعني صغيرة في السن. فكرة انك تبقي حكمة دولية او حكم دولي في رياضة رول بول اللي هي مش منتشرة قوي برضو في مصر، اعتقد دي يعني حاجة مش سهلة، واكيد خدتي دورات علشان تقدري تبقي محكمة دولية في حاجة زي كده. دي حقيقة، أنا الحمد لله أخذت عدة دورات كانت أونلاين، وكمان بيتعمل لنا اختبارات دورية بالمعلومات الجديدة والقانون الجديد عشان يتأكدوا أن الحكم مطلع على جميع القوانين الجديدة. وكمان لما سافرت للهند أخذت دورات بقى أوفلاين، كانت هناك عملي على التدريب على الباتيناج، الصفارة، وقفتك في الملعب، صوتك، المواقف كتير هتتعرض لها إزاي تتصرفي فيها، والحمد لله نجحت في جميع الاختبارات، والدورات دي بتفيدني وبتعليني جدا جدا. طبعا طبعا اكيد. طيب عاوز اعرف منك يا سهيلة، يعني هل في تدريبات بقى معينة بتقوموا بيها علشان يعني تقدروا تحكموا في المباريات بشكل عام، ولا بيبتدي التدرج للأمر ده بشكل عامل ازاي؟ طبعا احنا لازم ناخد تدريبات بدنيه معينه، التدريب على السرعه، سرعه رد الفعل، تغيير الاتجاهات بسرعه، لانه الحكم طبعا بيفضل رايح جاي مع اللاعبين وهم بيبقوا على الباتيناج فبتكون سرعتهم عاليه، فالتدريب البدني اساسي جدا. وغير كده التدريب العلمي زي ما قلت لحضرتك انه لازم اكون مطلع على التحكيم اول باول، انه كل شويه بيتعمل مجلس نعم. طيب ويحاولوا يغيروا في القواعد عشان يخلوا اللعبه اسهل. فيعني الحمد لله احنا دايما متابعين معانا سواء الاتحاد المصري للرول بول، واحب اوجه لهم كل التحيه برئاسه المستشار صالح سليم، وكمان الاتحاد الدولي. أكيد. طيب فكرة إن رول بول مش منتشرة قوي، لكن أعتقد إن ممكن يبقى ليها جماهيرية كبيرة في وسط اللاعبين الصغيرين اللي بيلعبوا بالفعل الرياضات المختلفة الثلاثة المكونة للعبة الرول بول. بتبتدوا بقى تعملوا إيه؟ بتحاولوا إنكم تجتذبوا الولاد الصغيرين أو حتى الكبار الممارسين في اللعبات دي علشان ينضموا بالفعل ليكم في فريق الرول بول الموجود بقى في مصر؟ طبعا احنا حاليا بنحاول على كل وسائل التواصل الاجتماعي ان احنا ننشر اللعبة على قد ما نقدر، لان هي حقيقي ليها فوائد كتير قوي على الاطفال والكبار كمان. وكمان عند الاطفال بتزود عندهم التوافق والتوازن، فاحنا اول ما الطفل بيجي لنا احنا بنبدا مثلا من 5 سنوات بنعلمه اول حاجه ازاي يستخدم الباتيناج لوحده، وبعدين اول ما يتمكن من جميع المهارات بنبدا نعلمه مهارات كره السله وكره اليد مع بعض، ان هو ازاي باستخدام الكره، وبندمج المهارتين مع بعض. فالحمد لله بينشا طفل عنده توافق متوازن، عنده قوه وسرعه، فبيقدر ان هو يشارك في البطولات، لان البطولات عندنا بتنقسم لاربع حاجات: تحت 8 سنوات، تحت 10 سنوات، تحت 14 سنه، وتحت 18 سنه، وفوق 18 سنه فهي ليس لها سقف في السن، اي حد ممكن يمارس رياضه الرول بول، لان رياضه الرول بول للجميع. أكيد. كل الشكر ليكي سهيلة صلاح، أول حكم دولي مصري في رياضة الرول بول، شكرا جزيلا ليكي، بالتوفيق.